تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلن الدكتور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان عن تسليم شهادات شقق التمليك بمدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية. قال الحيدان إن مشروع المدينة يعد أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى ببناء 40,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي. وأضاف أن مدينة سلمان تعتبر من المدن النموذجية إذ تتميز بوجود العديد من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة. نوه الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان إلى أن توزيع وحدات مدينة سلمان يعد من المشاريع التي تقوم بها الوزارة بتوزيعها في إطار البرنامج الزمني للوزارة تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة. طبعا الفرحة ما توصف، وهالمناسبة أشكر جلالة الملك وولي العهد والحكومة الرشيدة، والإجراءات كانت سهلة وبسيطة. نشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسهم جلالة الملك، والله الإجراءات كانت يعني وايد سهلة يعني في فترة قصيرة، يعني ما كانت فترة طويلة ولله الحمد. اتصلوا فينا أمس وقالوا لنا إن أني هني حق نشوف شنو الإجراءات. والله بالنسبة حق الإجراءات يعني كانت سهلة صراحة، وأول اتصال من يوني ما كنت متوقعة، كلش ما كنت متوقعة أن بيقولون لي تعالى أن حصلتي على وحدة سكنية، وكانت يعني فرحتي متوصفة الصراحة.